السفينة العمانية سلطانة، والتي ورد أيضا في بعض المصادر والدراسات أن اسمها سلطاني، ونحن سنعتمد الاسمين، لكن بأي حال هي مشهورة بسلطانة. الآن واليوم بعد حوالي 175 عام من رحلتها التي بدأت من زنجبار، باعتبار أن تلك كانت هي الإمبراطورية العمانية في عهد السلطان سعيد، في فبراير 1840 حتى وصولها إلى ميناء نيويورك في نهاية أبريل من نفس العام بعد 87 يوم في عرض المحيط الأطلسي، دعونا نتعرف على حكايتها. بداية دعونا فقط في مقدمة بسيطة حتى نعرف ما هي العلاقة بين عمان والولايات المتحدة، العلاقة التي نشهدها اليوم باعتبار عمان هي رسول السلام ليس فقط في المنطقة، وكأنها هي بين الشرق والغرب، بين الولايات المتحدة وآخرين وهكذا. فما سر هذه المكانة المميزة لسلطنة عمان اليوم؟ فهي سرها في التاريخ وليس في الوقت الحاضر فقط. هي تعود إلى تحديدا لعصر السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وفترته 1806-1856، أي فترة حكمه وليس حياته، والذي يصفه المؤرخون بالفترة الذهبية، هذا العصر يصفه المؤرخون بالفترة الذهبية في تاريخ عمان الحديث، لكونه سياسيا ودبلوماسيا أمكن فيه من إقامة علاقات واسعة مع الدول الكبرى وتكوين إمبراطورية شملت عمان وأجزاء من سواحل الخليج وكذلك من شرق أفريقيا من مقديشو شمالا حتى موزمبيق جنوبا. هذه المكانة لهذه الإمبراطورية اجتذبت اهتمام الأمريكيين منذ بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر، ليس فقط للموقع إنما لشهرة الصادرات. وتعرفون الأوروبيين في تلك الفترة كانت تغريهم مسألة التوابل والبهارات والجلود والذهب وكل ما يتبعها يعني. وكان تطوير الشرق الأفريقي في عهد السيد سعيد عامل جذب لكثير من القوى الأجنبية، كانت الولايات المتحدة في مقدمة تلك القوى باعتبار قوة فتية إلى حد الآن، هي تريد أن تبني نفسها وتتطلع إلى فتح أسواق لها في زنجبار ومناطق أخرى، خصوصا عندما زارها التاجر الأمريكي إدموند روبرتس، والذي هو الذي حدد ووجد نشاط تجاري رائج وتسهيلات كبيرة تمنح للأجانب. وجاءته الفكرة لما عاد إلى بلاده أن أوصاهم واقترح عليهم عقد معاهدات تجارية بين عمان والولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق تبادل تجاري بين البلدين، وفعلا تم ذلك. المعاهدة هذه سنة 1833 وقعت كأول معاهدة وكأول منطقة في الخليج وشبه الجزيرة العربية توقع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة 1833، وتعتبر أهم اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة بينها وبين المنطقة الخليجية، وتم التصديق عليها عام 35، تعرفون تمر بكونغرس والمسائل دي كلها، في عهد الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون، وتعرف هذه الاتفاقية باتفاقية الصداقة والتجارة مع مسقط. ظلت هذه سارية المفعول حتى 1958 حين استبدلت بمعاهدة جديدة نظمت أيضا العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين. طيب السؤال، لماذا اختار السلطان سعيد أو السيد سعيد السفينة سلطانة تحديدا لتقوم بهذه المهمة، وهي على فكرة سميت بذلك باسم زوجته الأولى عزة ابنة الأمير سيف حاكم شيراز، وطبعا كان هو له علاقات واتصالات وأيضا سيطرات، ومن هو ربانها خلال تلك الرحلة، كم مدة الرحلة من خلال طبعا الطريق البحري الذي سلكته السفينة والبضاعة التي حملتها، الهدايا التي قدمتها عند وصولها لرئيس الولايات المتحدة آنذاك، كان ذاك الوقت الرئيس مختلف عن جاكسون وهو فان مارتين، وطبعا كان في آخر أيامه حتى كان في انتخابات يوم يوصلون نيويورك. رحلة السفينة سلطانة للأسف رغم أهميتها، يعني الآن نحن نقول أن هناك سفينة أبحرت، لكن في تلك الفترة سفينة شراعية تقطع المسافة بين شرق أفريقيا إلى شاطئ الولايات المتحدة عند مرفأ نيويورك ثم تعود ليس بالسهولة، لأن السفن البرتغالية والإسبانية وكذا عانت الأمرين في هذا الأمر وتكسرت وتحطمت أعداد كبيرة منها، هنا واحدة وتصل وتعود سالمة، فهذه في حد ذاتها معجزة بحرية في ذاك الوقت تعتبر. للأسف يمكن الرحلات الأوروبية تم تغطيتها بشكل كبير، يعني خصوصا رحلة فاسكو دا غاما، ما في أحد ما يعرف الآن من هو فاسكو دا غاما وماذا فعل وغيره، لكن القليل يعرف يعني السفينة سلطانة أو أحمد نعمان الكعبي. من أحمد نعمان الكعبي؟ ما حد يعرف عنه رغم أنه كان القائد لتلك السفينة. قليل من الدراسات موجودة، بعضها كتب في الصحافة الأمريكية في مدينة نيويورك آنذاك أثناء الرحلة. على فكرة نيويورك كان فيها 10 صحف يومية يوم توصلها السفينة السلطانة، 10 صحف يومية. وأيضا هناك كتيب
اسمه سلطانة في نيويورك، أو رحلة مبعوث السلطان أحمد الكعبي، وهي أولى رحلات الأسطول العماني لأمريكا عام 1840. وهذه طبعا الدراسة نشرت في المجلة الربع سنوية في تلك الفترة سنة 1962. وطبعا هذه الدراسة في مدينة سالم، اللي هي اللي نشرت حولها كل الدراسات فيما بعد، يعني حتى احنا اعتمدنا على هذه الدراسة في تتبع هذه الرحلة وتفاصيلها ايضا، ولكن ليس كل شيء. مؤخرا في رسالة دكتوراه صدرت Our Men in Zanzibar Richard Waters، وهو كان فعلا قنصل مالهم في تلك المنطقة اللي هو عين من 37 ل 45، فهي رسالة دكتوراه حول هذا القنصل ايضا ذكر فيها شيء عن هذه الرحلة، ولهذا السبب تعتبر مصادر بسيطة جدا، يعني يمكن المنشور في النت هو يعني اللي يوضح اكثر هذه الامور، لكن كدراسات وكتب لم تصدر للاسف. الان بدا بعض الشباب العماني يهتم بهذه القضيه، ربما تصدر دراسات مستقبليه. اين صنعت السفينه سلطان؟ صنعت في حوض مازاغون البرتغالي اساسا، هذا الحوض لبناء السفن بمدينه بومباي عام 1833، وهذه من تاثيرات الوجود البرتغالي. طبعا الوجود البرتغالي كغيره من الوجود الاجنبي ليس كله سيء، فيه جانب إيجابي وفيه جوانب سلبية، لكن فيه جانب إيجابي أنه كان بنوا حوض لبناء السفن، وها هو بلد عربي يطلب بناء السفن فيبنون له سفينة، ما يقولون لا نريد أن نعيق الموضوع، لأن المسألة مسألة بزنس، عمل تجاري. فلهذا السبب طبعت بالطابع الأوروبي في شكلها الشراعي آنذاك مثل ما تشوفون الصورة الآن، ودعمت بأشرعة قوية جدا لأنهم متحسبين بأنها ستكون عابرة محيطات، فدعمت بهذه الأشرعة وبلغت حمولتها 300 طن. طبعا صنع السفينة سلطانة أدى إلى أن هي تكون ضمن الأسطول العماني الحربي أيضا، والأسطول العماني الحربي في عهد سلطان سعيد بن سلطان كان كبير جدا، ولهذا السبب هو أسس إمبراطورية تمتد من الخليج إلى شرق أفريقيا إلى أجزاء من الهند. فكان عنده 24 سفينة، أربع منها مزودة ب 44 مدفع وخمس فرطاقات تحمل كل منها 18 إلى 24 مدفع، وبقية السفن الصغيرة تحمل ما بين 8 إلى 14 مدفع. وهذه السفينة أيضا في وقت الحرب تستخدم كحربية، وفي وقت السلم تستخدم كالتجارة، ولهذا السبب تم اختيارها. هذه الرحلة اختيرت لها هذه السفينة أيضا بسبب خبرة سلطانة في البحار العالية، فهي ليست أول رحلة لها إلى الولايات المتحدة، سبقتها رحلة إلى بريطانيا، وصلت إلى لندن عام 1838، هاي طبعا حسب ما دونته الصحف البريطانية، ولهذا السبب اختيرت لحداثة صنعها، طابعها وطرازها المصمم على الشكل الأوروبي فتناسب حتى في الرحلة والنظر إليها، إبحارها إلى بريطانيا كما قلنا أكسب بحارتها وهيكلها، البحارة خذوا خبرة من رحلتهم إلى بريطانيا وأيضا جولاتهم في المحيط الهندي والأطلسي بواسطة هذه الرحلة، وقدرتها على مقاومة ظروف الطقس والعواصف في المحيط الأطلسي والهندي كذلك، بالإضافة لمقدرتها على استيعاب البضائع المتنوعة في الذهاب والإياب، وسنتكلم عن البضائع بتشوفون غريبة الأشياء اللي حملوها، ثم أنها وصلت بشهرتها وباسمها، وصلت قبل أن تصل، يعني أهل نيويورك كانوا يعرفون من هي وما هي سلطانة، لأن كان لها حادثة كبيرة جدا ما في مجال الآن نذكر تفاصيلها، أنها أنقذت سفينة أمريكية بيكوك كانت قد جنحت عند الساحل العماني عن جزيرة مصيرة عام 1833، فهي نجحت في إنقاذها من التكسير والدمار، ونجحت في إنقاذها من العاصفة وقطرتها ثم أصلحت بعد ذلك، فكان لها دور كبير، ولهذا السبب كتبت عنها الصحف الأمريكية قبل أن تأتي أن هناك سفينة ستأتي لها فضل كبير على البحرية الأمريكية. هذه يوم كانت في ميناء بريطانيا أو في بريطانيا بالذات. طبعا هذه العلاقة، هذه الشهرة بين السفن العمانية والسفن الأمريكية، جعلت السلطان سعيد يفكر في إرسال هذه البعثة لغرضين، تجاري وسياسي، يعني إقامة علاقات تجارية ثابتة بناء على الاتفاقية، وتدعيم العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة.